السلام عليكم. في موقع حلو لتعليم الاطفال ازاي يكتبوا كود اسمه tynkr.com. بتلاقي بعض الحاجات الخاصه بان انت تعمل كود، بان انت تصمم حاجه خاصه بالروبوت، بالتكست كودنج. ولكن مثلا اقول انا عايز اعمل مشروع، فبيجيب لي عشرات المشاريع اللي ممكن الواحد يخش فيها. مثلا تيجي ترسم حاجه، تبدا تعمل مشروع جوجل ايز، تعمل دانس انيميشن، فيزيكال جيمز. ولكن مثلا ترسم، هي عامله زي لغه السكراتش، بتبدا تحط الكود وتبدا ترسم اللي انت عايزه. فتقول مثلا انا عايز اعمل بلوك، فتقول مثلا في البدايه اول ما نبدا مثلا استنى عدد معين من الثواني، وبعد كده ابدا ارسم لي مثلا كذا، اعمل لي ساوند. تبدا تضيف ساوند معين يكون دوت، وتقول مثلا لا انا عايز ابدا ارسم اخلي اللون بتاع القلم لونه كذا، ابدا حط الماوس داون مثلا اهوت، تمام. فبتبدا تعمل الشفره بحيث ان انت ما بتكتبش شفرات، بتحط المكونات بتاعه الحاجه اللي انت عايز ترسمها. وفي حاجات خاصه بالايفنت، حاجات خاصه بالانيميشن، حاجات خاصه بالساوند، بالفيزيكال، تمام. ادوات كتير جدا زي لغه السكراتش بالظبط، تمام. بتعلم الطفل ان هو يفكر، مش ان هو يعمل، مش ان هو يحفظ حاجه، لا ان هو يرسم.